Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, das erste Jahr der Mittelschule. Ich bin Herr Ahmed. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Wiederholung der Personalpronomen. Inshallah, in dieser Stunde werden wir wissen, wie man den Namen durch die Personalpronomen ersetzt. In this lesson, we will know how to replace the name with the personal pronomen. في الحصة دي إن شاء الله هنعرف إزاي بقى نعوض بالضمير زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضنا. بس بنفتكر مع بعض إن إحنا خدنا كده بسرعة إن عارفين إن في ثلاث أنواع من الضمائر: متكلم ومخاطب وغائب. وقلنا المتكلم للإش للمفرد وفير للجمع، دو بالنسبة للمخاطب المفرد، وإير للجمع بتاعه زي ما انتم شايفين كده. أنتم نشوف الأول المفرد كده مع بعضين على الصورة الجميلة دي: إش أنا، دو أنت، هو إير، زي هي، فير نحن، إير أنتم، زي هم أو هن. وفي الضمير إس اللي قلنا للمحايد، وفي زي للفورمال اللي انتم عرفناها اللي هي بتاعت حضرتك وحضراتكم. طيب هنبص بقى مع بعض كده، شاوت ويش متمير بقى ديزر تابله، نبص على الجدول الجميل ده اللي هيعرفنا ازاي نعوض مع بعضنا بالضمائر. نبتدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الضمير اير، قلنا اللي هو الضمير اير اللي هو للمذكر، هو المذكر. وقلنا ان الضمير ده بتسيهت زيش او في عين النومن ان نومن ام اي ماسكولين سنجولر، وديس نومن هات دين بيشتمتن ارتكل دير. تمام، يبقى كده الاير دي بحطها مطرح اي اسم علم ايجن نومن. ايجن نومن يعني اسم علم اللي هو زي احمد، تومي، هاني، سمير، علي، هير، علي، او اي حاجة، اي اسم حدن بشتمتن ارتكل دير اللي اداته دير. تمام، دير ليرر، دير تش، سواء كان مذكر كان على ما هوت او دير تش غير عاقل. يبقى فهمنا، يبقى اير احط عوضها لما اشوف اي حاجة اسم علم للمذكر او اي اسم اداة تعريفه دير. هناخد مثال زي فوهير كومت عمر، اير كومت اوس الكسندرية. تمام كده، يبقى شلت عمر وحطيت بداله اير. سهل ان شاء الله، سهل. نبص تاني مع بعض اللي زيه بالظبط ده بالنسبة، قلنا ده للمذكر. للمؤنث للفيمينين الضمير زي، يبقى كده اي اسم علم مؤنث للبنات، اي اسم بنوتة، يبقى زي منى، بترا، ريتا. تمام، او فراو داليا، لو حتى فراو احط ماشي تمام، احط اشيل الاسم دوت واعوض عنه بالضمير زي اللي هي للمؤنث. واي اسم اداة تعريفه دي، اي اسم نومن هات دم بشتمتن ارتكل دي للأداة التعريف بتاعته دي. يبقى تاني اير للمذكر، زي هي للمؤنث، وعندي التالت بتاعهم اس ان هول اللي هو قلنا ضمير اس لكل ما هو اداته دس. يبقى اس بتسيهت زيش او في اين نومن ام نويترال للمحايد في حالة المفرد في الزينجولر، وديسس نومن هاتن بشتمتن ارتكل دس. يبقى لأي اسم أداة تعريفه دس يبقى هستخدم له اس، وبستخدم اس كمان مع أي بلد أو مدينة. ايجيبتن بلد مصر بلدنا الجميلة، وكايرو الهاوبتشتات، فرانكفورت. تمام، أو اي اسم اداته دس، داس كيند، داس اسن، اعوض عنه بالضمير اس. يبقى كده دولت الضمائر بتاع الزنجولر. وقلنا الجمع بتاع التلاتة دولت لو انتوا فاكرين معايا
زي. طب انا بستخدم زي ده امتى؟ الجمع طبعا في حالة اي جمع اداته دي، او لو عندي اكتر من مدينة يعني بون وبرلين، كايرو اند الكسندريا، تمام، يبقى اي حاجة مدينتين اكتر من اتنين، او اي اسم جمع قلنا more than two person هيبقى جمع، ماشي، يبقى دوت استخدم له زي. تمام كده يا حبايبي، يبقى كده زي بتسيت زش او يعني برضو ايجن النامن لاسماء العلم الجمع، وكمان في حاله الجمع مش في حاله امبلورر، يبقى البشتمت ار ذيس از نومن هات دي بشتمت ارتكل دي امبلورال فورم، يبقى زي الجمع بتاعهم. طيب وناخد قاعده بسيطه كده نفهمها مع بعض، اي اسمين مع بعض، علي اند احمد، منى اند ريتا، اي اسمين اشيلهم وعوض عنهم بزي، عوض عنهم بزي. دي حاجه بسيطه خالص كده تكونوا عارفينها، وقاعده بسيطه. عندي قاعده زيها بالظبط، اول ما الاقي الضمير اش، اي اسم واش، ولد بنت اي حاجه واش، اعوض عنها بالضمير فير. قلنا فاكر لو في فاكرين فير اللي بيساوي وي، اللي نحن في المتكلم، ضمير المتكلم للجمع فير. احمد اند اش، دو اند اش، اير اند اش، اول ما الاقي حاجه واش استخدم اشيلهم اعوض عنهم بفير. نفس القصه لو لقيت اي اسم ومعاه دو اشيلهم واعوض عنهم بإير، عوض عنهم بإير. طيب نفهم تاني بسرعة، يبقى عندي إير للأسماء العلم المذكر زي أحمد وتومي واللي أداة مع تعريفه دير، وطبعا برضو لو في حد اسمه هير علي أشيله وأحط بداله إير. وللمؤنث قلنا منى، بترا، أي اسم مؤنث أشيل وأحط زي، أو أي اسم أداته دي في حالة المفرد. إس ما هو اداته الضاس، او اي بلد او مدينه اشيلها واحط اس. للجمع بتاعهم زي قلنا اي اسمين مع بعض، اسمين مدينتين، اي جمع اداته دي، تمام. قلنا اي حاجه واش احط فير، اي حاجه ودو احط اير، انتم انتم، تمام، اللي بتساوي برضو يو. هنبص على امثله بسيطه كده مع بعضنا، قلنا خدنا المثال ده قبل كده، فوهير كومت عمر ار كومت عوز. طب منى عشان اسم في ميل بنوتة، يبقى كده زي، قلنا برافو. يبقى ولو فو اس داس بيبي عشان اداته داس، قلنا نشيل داس داس بيبي ونحط اس، اسست ام جارتن. فرانكفورت اسم مدينه، برافو، اشيلها واحط، لو مدينه واحده اشيلها واحط اس، برافو، سلكت ان دويتشلاند. سامي اند وائل قلنا اتنين جمع، اي جمع الاتنين مش موجودين بعوض عنهم بالضمير زي، زي زينت اجيبتر، مصريين. طب فو ارباتن احمد اند اش، برافو، سامي حد بيقول لي ادام اش احط فير، مية مية، برافو. طيب اي حاجة قلنا ودو، دو اند توني كومت اوس انجلاند، يبقى عوض عنهم اشيلهم واحط الضمير اير. اتمنى تكونوا فهمتم برضو ده بسرعه كده سريعا كده، حاجه مبسطه عشان التعويض ازاي نعوض بالضمير عن الاسم. ان شاء الله في الاندر نيكستن شتوند فيردن فير اينج ابونجن und machen يعني machen und viele Beispiele auch ان شاء الله lösen، ده هيثبت لنا المعلومات زياده كتير جدا جدا مع بعض. نبص على الجدول تاني اهوت معاكم، تمام كده يا حبايبي، عشان يبقى قدامكم وتراجعوه كويس خالص. وان شاء الله ان شاء الله بس zum nächsten فيديو، وفيلم فيلم فيلم دانك und tschüssi، مع السلامه.